مش قادرة أصدق إن كول جيتس عاملين معجون سنان بالطريقة دي. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا، دي هدية، دي هدية في الفالنتاين دي، ولا ممكن تكون يعني كول جيت، والله هي كول جيت، ده معجون سنان. guys I cannot believe it، يعني مش معقول. لا والألذ بقى، الألذ خالص بقى بجد اللي خلاني جبت منه، إن هو حلال، معجون سنان حلال. احنا بنتعذب عشان نجيب حاجة تكون حلال يعني، فمعجون السنان حلال. مش لا، وتخيلوا كاتبين ايه كمان على المعجون، رسالة. يعني انت تكتب هنا الرسالة اللي انت عايز تبعتها لحد. you can just write a message here to your lover. انا مش قادرة اقتنع، مش قادرة اقتنع ان ده معجون سنان حقيقي، مش قادرة. طب يا جماعة، حد مثلا يقول ان انت شفت الموضوع ده قبل كده، رحت اشتريت حاجة النهاردة من الصيدلية ده، فطلع في ايدي ورسمين عليه قلب و dare to love. ايه كل ده؟ ايه الفنكيش المتفنكشه دي كلها؟ مش قادره اصدق. لا بصوا، كمان جبت التانيه، ما انا لقيت بقى الاحمر مش كفايه، فقلت اجيب كمان البينك عشان اجرب. وبرده البينك نفس الموضوع يعني، وبرده المفروض ان هو حلال يعني، ولا اذا مش حلال ارجعه. والله لا حلال. بصوا معجون السنان كمان حلال اهو، حاجه جميله جدا. مش قادره اقتنع يعني. انت جاي مثلا، هو دلوقتي خلاص تقريبا الهدايا انعدمت، فاحنا هنجيب بقى هديه لحد معجون سنان، ما مش لاقيين حاجه نجيبها له. بدل ما زمان كنا بنجيب برفانات وكانت الدنيا بتتنايل علينا وغاليه، لا حضراتكم مش هنجيب بعد كده برفانات، واحنا كده كويسين زي الفل. هجيب له معجون سنان في عيد ميلاد اي حد من اصحابي، هجيب له معجون سنان يا جماعه، وحلال اهو كمان يعني. لا وشوفوا كمان ايه الشياكه دي يا اخوانا، ايه الشياكه دي؟ طب ما نشوف كده من جوه المعجون ده شكله ايه. استنوا كده نفتحه ونشوف، عايز افتحه واشوف من جوه شكله يعني. طبعا انا ما فكرتش ان انا يعني افتحه، بس انا قلت اشتريه الاول ونشوف. اوه لوك ات ذات، ده ايه ده جيل. مش معقول، بس الحمد لله حلال. لو كان مش حلال كنت رجعته طبعا. يا خرابي على كولجيت اللي عاملاه، كولجيت دي جميله جدا والله. وانا اللي كنت رايحه اشتري المعفن الابيض اللي بطعم النعناع، لا ده حاجه جميله قوي والله، ده حاجه فخيمه خالص يا ولاد. انا انصحكم كلكم انكم تجيبوا كولجيت. خلوني افتح التاني. طب ده كان بينك من بره، وليه هو من جوه احمر؟ طب استنوا كده نشوف، يمكن ده مختلف شويه عن. وتكتب كمان اهداء عليه ايه الشياكه دي، الدنيا اتطورت والله خالص. وده كمان احمر، الاثنين لونهم احمر، بس العلبه من بره هي اللي مختلفه شويه. بس انت تقدر تكتب المسج بتاعتك هنا، تقدر مثلا تكتب صديق العزيز، او اي حد، واحد جايبه لخطيبته ولا جير فريند بتاعته ولا اي حاجه. صديقتي العزيزه، والله ما لقيتش حاجه اجيبها لك اكتر من احلى معجون السنان، فجبت لك معجون سنان. والله مش عارف رد فعلها ايه، بس انت ونصيبك بقى. يلا ده كان الريفيو بسرعه اللي كنت عايزه اعمله بصراحه عن معجون السنان، بس يلا جود لك تو اول.